ربنا غفور رحيم يا جماعة. سيدنا موسى خرج لصلاة الاستسقاء فدعا ربه أن ينزل المطر، فربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه: يا موسى لن أنزل المطر فيما بينكم عاصي، ولن أنزل المطر حتى يخرج العاصي. فسيدنا موسى قال: يا جماعة من كان منكم عاصيا لله فليخرج من بيننا، فإن الله لن ينزل المطر حتى يخرج العاصي. ولم يخرج أحد مدة من الزمن ونزل المطر مدرارا. يا رب قلت لن أنزل المطر حتى يخرج العاصي ولم يخرج أحد وأنزلت المطر. قال: يا موسى إنه تاب فيما بيني وبينه وقبلت توبته. من هو يا رب؟ من هو علشان يبقى فرحان به؟ سيدنا موسى. فربنا قال له: يا موسى سترته وهو عاص، أفأفضحه بعدما تاب إلي؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنب. في صلاة التوبة يعني لو عملت أي ذنب اتوضى ومصلي ركعتين لله عز وجل واستغفر ربنا جل وعلا يتوب الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، إنه هو التواب. اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب، اللهم آمين.